شعارنا الخالد هو دائما الله الوطن الملك. الله الوطن الملك. عسى الملك عسى الملك. الماء كينقصنا بالبارود المفجرات كيديروا بزاف، كيديروا 6 طن 5 طن ديال البارود. الدنيا كتهز، الارض كتهز تحت اقدام يا استاذ. وما يضربوا ديك الضربه استاذ، الارض تهزت تحت قدامها، هي كتبدا الناس وهي تجي على طرف ديك الضربه. انا المراه ما عرفت باش تبلد، انت ما جا في الليل تموت والدار مسكينه والترابي ما تلا بكرشه. تاكلوا الناس الحاج داروا حومه مع حومه، الناس دابزوا يعني حومه مع حومه داروا في الربون. كاين الناس باقا دابا كتجينا من استدعاء من المحكمه. الله الوطن الملك عاش الملك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان المسلمين وخوات المسلمين حياكم الله أينما كنتم. الله الوطن الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. أستاذ ديالنا أستاذ ديالنا تبارك الله عليك، ونهار كبير هذا، جيتونا عندنا رجال الصحافة الجنود القافة، كنحييكم بزاف. ونهار كبير هذا لنا الساكنة، يعني جيتونا تزورونا الله يجازيكم بخير. سعيد الحداد، سعيد عبد القادر كريم الحداد، جدي كان كريم والأبد الوالد، ويما الزهرة علي الشاعر، فهمتي؟ يعني أنا مراتي نعيمة الشاعر. المشكل عندنا أربعة المقاليع هنا، مقلع الحاج ميلون، مقلع الرماح، جوج المقاليع في هذا الاتجاه هذا، الحاج أحمد ولد الفقيه، الحاج الرماح أحمد الرماح، أربعة المقاليع هنا، وباقي يزيدوا لنا كارين آخر، يعني مقلع آخر، غينتقموا من هاد الساكنة يعني. وعاش الملك والله يجعل البركة في القانون، فهمتي؟ أنا ما هربش منها. 2000 2000 أستاذ أستاذ 2000 2000 هذا المقلع هذا، عاد جا المقلع هذا 2008 هذا 2008 خدم هذا المقلع هذا، والحاجة اللي تجي من عند سيدنا كاملة مزيانة. أنا سيدنا يعني هو بابنا، هو كل شيء يعني العالم في يد الله ينصره، فهمتي؟ الله يعاونه على المنافقين، والله يرحم هذا الولد. راه مسكين نقدم له واحد التحيه، الله يرحمه مسكين ويرحم والدينا اجمعين، الله ينزل محبه بالصبر من جميع المسلمين. دارنا واعتقلوا الناس في الحبس، داو سبع الناس وداروا في الربون حومه مع حومه، كان القوه المساعده ورجال السلطه ورئيس الجماعات الزينات، فهمتي؟ والقيادات بن قريش وولايه تطوان كانوا كاملين يعني هنايا، وداو الناس للحبس، سبعة الناس اعتقلوهم في الحبس، هم باقيين في الحياه لحد الان. وحال العائل المسكين باقي دابا ما ربى الصحة، ما رباش الصحة ديالو، يعني علاش ما رباش الصحة ديالو؟ ارتعم مسكين، ما عمرو دخل للحبس، فهمتي؟ والتوالى بوبري عنده وليداته وهنا مسمي عبد الله، يعني سبعة الناس مشاو من اجل المقلع الحاج ميلو. حنا الحاجة اللي من عند سيدنا كاملة مزيانة الحمد لله ولله الحمد، الله اختار خير سيدنا، فهمتي؟ الله يرحم الوالدين. يعني اعتقلوا الناس الحبس، داروا حومه مع حومه، الناس دابزوا يعني حومه مع حومه داروا في الربون. كاين الناس باقا دابا كتجينا من استدعاء من المحكمه، الناس اللي اعتقلوهم في الحبس، يعني جابوا القوه، جابوا القوه من العريشه استاذ. الخطوره كيشكل يعني الماء، الماء كينقصنا بالبارود المفجرات كيديروا بزاف، والغبار، البارود كيديروا 6 طن 5 طن ديال البارود. الدنيا كتهز، الارض كتهز تحت اقدام يا استاذ. وربي وحس بي الله ونعم الوكيل. انا كنعاودكم الصراحه، الساكنه الزينات ناشطه، يعني ما كاين ولا ضرر ولا 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 ولا, ولا. فهمتي؟ ونهضروا المنطق، فهمتي؟ وعاش الملك، الله اكبر على الحق، فهمتي؟ ونهار كبير هذا استاذ، جيتون عندنا كتزورونا والله يكبر بك. وانا المراه باقا دابا كتعاني بنصها، يعني الترابي مات. مرتي كنمشى بالمعز، اللغه العربيه بكتيبه بالمعز، مشى الديهم باش يرعاو مع صلاة الجمعة، ما قبل مع صلاة الجمعة بالضبط، نهار 6 في شهر 11 2009. وما يضربوا ديك الضربة أستاذ، الأرض تهزت تحت قدامها، هي كتبدا الناس وهي ترجع على طرف ديك الضربة. أنا بيدي كنت شخص شخص كنتوضى يعني باش ناوي نتجامع نصلي، كان كان كرين هذاك راه هو فين نوحة وما تلعرض، فهمتي؟ قدام كرين، المرأة ما عرفت باش تبلد، أنت ما جا في الليل تموت والدار مسكينة والترابي ما تلا بكرشة. الله يخرج الروح من الروح غير الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ وسولوا الساكنه والناس كلشي كيعرفوا شنو كاين، بارطين المراه ديالي نسا اخرين عاو كيسقطوا يعني مساكن، فهمتي؟ ما كاينش الامكانيات الاميه، ما كاين لا بالنهار. دابا مؤخرا يعني بداو كيطرطقوا حتى العشيه، تا كيشدوا الادارات بعد المرات، فهمتي؟ واخر ساعه. انا كنقول له الحقيقه، بلا وقت عندهم، يعني في الاول كانوا يديروا الوقت، دابا يعني ديك الشيء عشوائي ماشي قانوني،
فهمتي؟ وحنا في الدولة الحق والقانون من عند الله وسيدنا الله الوطن الملك، هذا هو الشعار ديالنا وعاش الملك. الغابرة ما تقدرش تشوف الشجر تما مرزي والفلاحة والمية فهمتي، والصوبيا المساكن ما بقاوش يحفظوا الذاكرة ديالهم تخرب بالصداع والتلوث في الثلاثة الليل. كاين شي كريان اللي خدم ثلاثة الليل، كاين شي كريان اللي خدم في الوحدة الليل، جوج الليل. أنا كنقول لهم الأرباب الأموال أخواتي، نقول لهم الحكومة ماشي باباكم، الحكومة في يد الرجال وفي يد سنة. الرئيس يعني باقيين صابرين يعني مع نسكاير يعني صابرين من أجل الانتخابات، من أجل الانتخابات يعني ما طلعوا واحد ثلاثة نيه في الدستور يعني من الشباب طلعوا تقدموا هنا نعين مكان ترشحوا الحزب الدستور يعني ما جاتش معاهم وعملوا علينا هدا. والتلاميذ ديال المدرسة مساكن اللي ضربوا الترين حتى نتشار ما حيزوا له من النقل المدرسي، وانا غنقول له من النقل المدرسي ماشي باباكم سيدنا الله ينصرو، هذه هي حق التنمية البشرية الوطنية المغربية. أغلبية عندهم براني هنا قليل خدامين شي أربعة الحبيبات ديال المواطنين ناصبين عليهم، وعاملين معارضة في الجامعة 318 البطاقات اللي عاملين في الجامعة الزينات في 2020. واش نتوما غير حيت ما خدموكمش هنا نطوك ديروا؟ لا 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 لا، أنا مديبر يعني، أنا الدار قريبة طيح عليا، دابا أنا في الخطر، أنا حتى ولادي ما بقاوش ساكنين معايا، خافوا طيح عليا من الدار، في الدار بابها ساكنة مع بولادي، وحتى الدار بابها كاملة مفروعة أستاذ، يعني أنا كنهضر على المنطقة كاملة كشخص ما كنهضر على كل شيء. حنا على التضاحي راه حنا كنا مغاربة كنا خوت، تقريبا هذا شي 500 متر ولا 600 هذاك الجهد، يا على 600 متر يعني، وا تبعتي لا رانا الدفتر تاعهم ولا شحال سيكوبا، سيكوبا 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر بعيد الكريم من السكينة. انا ضروه هنا وسولوا وشوفوا وبحثوا استاذ والله يرحم اللي قرك، وكنحيي الجنود الخفاء اينما كانوا. شكرا لكم وعاش الملك. امراضنا صعبه العقليات مرطونا وما بقاوش يحفظوا الشباب، ما بقاوش يحفظوا مساكن فهمتي بالصداع والغبره فهمتي، يعني واحد الشيء واحد الحاله الله يخذ الحق، الله يخذ الحق يخليونا غا الطبيعه ديالنا. حنا ما كنت انا شوف سأل حد هذا الشخص العبد الضعيف اللي كيهضر معاك، ما كنتعرضش للمصلحة العامة حاشا لله. وعاد السد الانجراف هذا أستاذ كلشي موسخ بالمازوط المحروقة تحل كلشي، الله يرحمنا بالشتاء بالمطر يا ربي، يا ربي يرحمنا بالرحمة ديالك يا ربي، الحمد لله اللهم لك. السد معمر موسخ بالتوفنا، معمر التوفنا بالدهس، كيهود مع الجرافات من الكرين هذوك من الكرين وعلى الكرين الاخرين، كيهود ديك الشيء بالشتا وكيهبط وكيهبط ديك الشيء السد، السد الشريف. دابا السد الشريف سيدنا سير عليه 99 مليار درهم باش جنتينا عمي قبان عمرو لنا بالدهس، وهذوك السكان مثلا كان ناس ولا شنو؟ هذوك المواطن خواتي مسلمين ساكنين المواطن مغاربه كاملين، حتى احرق هذا حنا كنا مشاركين في هذا الوطن، والسد موسخ بالعربيه. الرساله ديالي خصكم توصلوا لنا الامانه نعين المكان، ودافع الشيكان وزير العدل والشكايه سيدنا امير المؤمنين في البارد، ودافع الشكايه الاداره لاله مريم حقوق الانسان بالبطاقه ديالي بطاقه المراه بديك الشيء مرتب، فيها السكينه فيها جماعه الزينات ناشطه فيها كل شيء، فيها كاتب العام جماعه الزينات كاتبين عليها بالسلطه بالدائره بالولايه كاتبين عليها يعني السكينه الزينات ناشطه، ما كاين لا ضرر ولا 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 ولا. والله يجازيك بخير يا استاذ وشكرا بزاف، والله يرحم اللي قرك، ورحنا مضرورين اخي مقاصح بزاف. أنا النقطة الأولية اشتري في طهري والسكينة كل شيء مرضي. شكرا والسلام عليكم. الله الوطن الملك، عاش الملك، عاش الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.